دلوقتي معانا الشاعر احمد مجدي. احمد مجدي يا جماعه تعالى صور. حبيبي تعالى لسه بدي اعمل صوره في السلاسه وانا اللي بشتغل فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول قصيده بحب اقولها كل ما اكون في القاهره يعني. ما بين الانبهار والزيف. ما بين الانبهار والزيف. جدي اللي عمره ما حب غير الفاس. جدي اللي عمره ما حب غير الفاس. كان مرة قال لي الشاعر فاسك وسط أهل الحضر. اقطعه كل اللي يسيب الريف. وافلت بنفسك من مرار الزيف. وياك تفكر تبهرك واحدة. لو مرة خبت وشها من المطر. طبع المدينة غير طبعنا يا واد. ما تسيبش نفسك تنهشك لأيام وتسيب بواقي القرية على أول رصيف. تلبس مقطع ولا تفضل ذكر. خليك في توبك يرتضيك التوب. وإن مرة صابك وسواس التغيير فالأولى ليك الوسوسة تنبطر. ومشيت وأنا رامي الكلام ده جوه شنطة سفر. عدت ساعات في التانية في الكام يوم ما لقيتش حاجة تخلي قلبي تتوم على كل حاجة شفتها وسكت. جوه المدينة المبهرة في كل الكتب حتى التاريخ. كل الشوارع فرع من خنكب صحيح وانا وحدي ماشي بعقل غير كروي وبسيط. ما يشدنيش الا الجمال جوه البساطة والهدوء الخام. الليل هنا على طول طويل. ليل ما يشبه اي ليل ولا فيهش شيء سهل التوقع للحدوث. ارخص الاشياء هنا هي النفوس. واغلى حاجة الراحة من غدر البشر. جوه المدينة مفيش علاقة لأي حاجة بأي شيء. جوه المدينة مفيش علاقة لأي حاجة بأي شيء. يعني ايه بره الوجود الاي تي ام في وسط واجهة مبنى اسامي. أيوة. والطريق بيشد منه كل ثانية جرام جمال فيشوله. ويعني ايه تبقى البطاقة عشان اعدي جنب بيت شخصية فاسدة. مش عشان تثبت بان الشخص فاسد واني لا. وقتها كان ابتكار الرؤية بالمنطق سخيف. ماشي وكأني قالع الدنيا ومفيش في ايدي الا التمرد والتجرد من الخيال. صمت الشوارع مش مخيف ده لاني بتونس بموسيقى زحفي على الطريق. سامع بودني الوسطى بطني وهي بتشتكي من جوع. ولأول مرة اعرف بان الظهر من كتر الوجع ممكن يسد الدين. معنى الكلام جوه المدن مش زي ما في الريف. يعني مثلا بعشقك مش عهد بين اثنين. دي دعوة عامة للإتاء من حيث لا أمر الإله علشان تكون المتعة بأقل الخسائر. كل القهاوي بعد نص الليل فيها السلام بيكون بذكر الأم. والحضن زي ما يبقى من الطلبات باسم احتواء. والبوسة سكر بره لمرارة الحجاير. والجنس سيرة لكفة الشعراء. الشعر آخر زلة لسان للحق قبل ما يتصدق مسابقة مش عادلة. بس الغريبة إن العدالة الربانية أنصفت شاعر. وقبل لحظة الانتصار قررت منعه عشان يفضل في نفسي الاقتناع التام إن المدن مش منصفة. ولا ناوية مرة تحقق الأحلام ولا أرض خصبة لأي زائر منبهر تقدر تزود الانبهار. ومشيت مع مشي النهار قاصد أعود. أجمل مكان في اللحظة دي عفوت. دايما بيبقى المنفذ المنقذ لروحي من سواد التجربة. سواق البيجو السبع راكب هو الوحيد اللي استحق الشكر علشان نجدني من المكان ده بأقصى سرعة. بس خد 20 جنيه.